أستاذ أشرف عجلان، المحامي الدولي، عضو اتحاد المحامين الدوليين بباريس، وعضو هيئة الدفاع عن حقوق أهالي الشهداء الثورة. فكنت أريد أن أعرف من حضرتك بعض المعلومات عن الشهادات السابقة، حيث أنك كنت مشغول في الفترة الماضية، وسير القضية بمجملا، حيث أن يوجد حظر نشر في القضية فيما لا يضر، يعني الحاجات اللي هي كانت غير محظورة في حدود الحظر، يعني في الحدود، يعني نلتزم بحدود الحظر. هو طبعا متفق معاك في هذه النقطة، لأن احنا طبعا وإن كنا مش فاهمين ليه الحظر اتعمل أصلا، أو ما أصح فاهمين، ويعني ما بنحبش نعلق دلوقتي عليه لأنه هيجي وقته ونعلق، ولكن طبعا احنا ما بنحبش نتصرف تصرفات تعتبر فيها تجاوز للقانون أو في قرارات المحكمة. هو اللي حصل ان انا فعلا متابع القضية من اول جلساتها، وبصفة خاصة الجلسات اللي تمت كلها في اكاديمية الشرطة. في الواقع من طبعا القاعدة الاجرائية التي بنيت عليها هذه القضية اصابتني بالاحباط من البداية قبل ما تبدأ الجلسات، خاصة وان احنا نصادف لاول مرة في تاريخ المحاكمات اننا نحاكم شركاء انفصالا عن الفاعلين، والقضية دي اتكلمنا فيها كتير قبل كده، ولكن على فرض ان هذا ممكن فدعنا نتحدث عن شهادة الشهود، خاصة اولئك الذين لا يخضعون لحظر النشر، اللي هم السابقين على قرار حظر النشر. اللي هو حظر النشر مرتبط بالخمس جلسات اللي فيها الشهود اللي احنا عارفينهم من اول وزير الداخلية لغاية المشير والفريق. احنا النهارده كان في شهاده المشير، كان في النهارده شهاده المشير، وطبعا تصرف بعض الاقوال او بعض الحدث بعض الاشياء في اثناء المحاكمه، تعبير كده انا مش عارف صحته، يعني اللي هو ميدان التحرير ان يعني بقى في ساحه القضاء من متظاهرات، من يعني في واضح ان ما فيش حاجه بتستخبى من اللي بيحصل، ولكن احنا اتفقنا من الاول ان احنا هنراعي على الاقل في التوقيت ده حدود حظر النشر. هو اللي حاصل بالضبط، لو المتابع المدقق لمسار هذه القضية وخاصة فيما يتعلق بالشهود وعلى وجه الدقة فيما يتعلق بالشاهد الأول ثم يعني الشهادات التي سيأتي حين من الدهر ونستطيع أن نتحدث بخصوصها وهي الخاضعة لحظر النشر. في الواقع لما يبقى في قضية أصلا مبنية على هذه القاعدة الإجرائية الغريبة الغير متفقة مع صحيح القانون ولا مع العمل القضائي الثابت للنقض أو غير النقض، من أن يتم محاكمة شركاء انفصالا عن الفاعلين في القضية ثم يأتي شاهد، هو الشاهد الأول وهو المقصود هنا على وجه الدقة، أنه أتلف الدليل الوحيد المباشر على هؤلاء المتهمون بالذات، يعني المتهمين دول بالذات كان في دليل واحد مباشر على أنهم فعلوا أو لم يفعلوا، وهي السي دي المتعلقة بالمكالمات التليفونية التي تمت فيما بين وزير الداخلية وغيره، سواء كان القيادة السياسية اللي هو يعني أشار إليها في أول جلسات التحقيق مع النيابة، أو سواء كانت القيادات الشرطة الخاضعة لرئاسته. فلما يتم إتلاف هذا الدليل فيعني أثره كان يجب أن يمتد في اتجاهين متفاوتين. الاتجاه الأول أن من أتلف هذا الدليل لا يمكن أن يستمر في عمله على الأقل في مرحلة التحقيق، بل أنه تم ترقيته، وهذا هو اللي هو حسن عبد الحميد اللي هو خاص بالاتصالات الأمن المركزي في عموم الجمهورية. دي النقطة. فمن المستغرب أنه رغم أنه أتلف هذا الدليل ورغم أنه صدر ضده حكما من محكمة الجنح على اعتبار أن إتلاف مثل هذا الدليل المادي هو جنح وليس جناية، رغم أنه متصل بجناية في منتهى الخطورة، فصدر ضده حكم بحسنتين حبس، ولكنه استمر في عمله بل تمت ترقيته، وهذا يضع علامات استفهام كثيرة على كل تفاصيل ما أدليت به الآن، وهو في الواقع واقع وثابت في أوراق المحكمة نفسها. تمام، دي النقطة. النقطة الثانية، إذا كان هذا الدليل الوحيد المباشر في دلالته على ارتكاب هؤلاء المتهمون لذلك الجرم الخاضعين بسببه للمحاكمة أمام محكمة شمال القاهرة دائرة 5، إذا كان تم إتلاف هذا الدليل فماذا ننتظر إلا شهادة من لا يمكن الشك في ما كان لا يجب أن يمكن الشك في شهادتهم، وكذلك لما ما يمكن التقليل من قيمة شهادتهم في إثبات أو نفي الدليل، خاصة
وان الشهداء لشهود خاصه اولئك الذين صدر قرار بحظر البث في خصوص شهادتهم، هؤلاء لهم تصريحات ونتمنى الا ينساها الناس. النقطه في الى اين تؤدي بنا تلك المحاكمات، سواء خضع لعدم سواء كانت خاضعة لعدم النشر أو ممكن النشر في خصوصها أو البث التلفزيوني أو ما عدا ذلك. في الواقع إذا كانت هذه الأدلة تم إتلافها، وإذا كانت الشهود على الأقل أولئك الذين لم يخضعون لقرار الحظر، وهؤلاء الذين نتمكن الآن على الأقل في الكلام بخصوصهم بشكل صريح وواضح، إذا كان هؤلاء بقدرة قادر كلهم، يعني إن لم يكن كلهم فكلهم باستثناء الشاهد التاسع والشاهد التامن مبنية شهادته على الشاهد التاسع، كلهم غيروا أقوالهم بنسبة 180 درجة عن ما تم إثباته في محاضر النيابة وذلك أمام المحكمة. يعني في المحكمة قالوا كلام مختلف جذريا عن اللي قالوه في النيابة، فأصبحوا أمام المحكمة شهود نفي بينما كانوا أمام النيابة شهود إثبات. من الغريب في الأمر أن هؤلاء الشهود جميعا يتجهون في شهادتهم صوب اتجاه واحد ومحدد له وجهان، والمتابع المحترف القانوني لهذا الموضوع يستغرب من قدرة هؤلاء الشهود على ملاحظة دقائق القانون ورغبتهم المؤكدة بصياغة شهادتهم بشكل يؤدي بهم إلى نفي أمران: العمد في هذه الجريمة والوصول إلى فكرة تجهيل الفاعل. فإذا احنا لم يكن لدينا كما يدعي كل شهود فجأة أنه لم يكن هناك من بين أفراد الشرطة من هم مسلحون بأسلحة قاتلة بطبيعتها، فإن لم يكن السلاح المستخدم في جريمة ما قاتلا بطبيعته ثم أدى إلى الوفاة فتنتفي فكرة العمد بشكل جذري. بينما يسعون على الجانب الآخر من هذه الشهادة لأنهم يجهلوا الفاعل، فكثيرا من الشهود يتحدثون عن فاعلين يعني غير معروفين وأن ليس لدينا خناصة وليس لدينا، فبالتالي هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف كما يمكن أن يستنتج المتتبع والملاحظ للمنطق العادي لمثل هذه الإجراءات من تغيير شهادات وإتلاف أدلة إلى أن هؤلاء الجناة الذين ارتكبوا أيما جرائم في حق هذا الوطن سواء من سرقة أو من قتل أبنائه أو سواء من إدارة حرب بيولوجية ضد شعبه أدت به لأن يكون رقم واحد على العالم في الإصابة بالسرطانات أو رقم واحد على العالم في الإصابة بأمراض الكبد الوبائي سي فيروس الكبد الوبائي فيروس سي، فهؤلاء سينجون من بين يدي العدالة إن كان هناك عدالة في هذه القضية.